بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي كليات الطب، الكليات الصحية، الدراسات العليا، الزملاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنجاح والفلاح والصلاح والتوفيق يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله محور كلامنا بإذن الله تعالى عن development of the eyes and related structures. في الصورة الجميلة اللي قدامنا ديت، خطوات سريعة أو الـ steps بتاع development of the eyes. هنا أول حاجة بنشوفها هنا النيورال تيوب، هي في عندنا نوتوكورد نيورال تيوب، ماشي. بعد كده نيورال فولد الستبس، وبعد كده اوبتيك جروف. اوبتيك جروف اهوت، ماشي. هيبقى عندي ثلاث حاجات أساسيين لديفلوبمنت اوف ذا اي. نيورال اكتودير ده ممثل هنا في النيورال فولد، نيورال اكتوديرم، سيرفيس اكتوديرم، ادي سيرفيس اكتوديرم وادي الميزنكايم. الخطوات بتاعتنا هتبدا هي ب اوبتيك جروف، ماشي، تتحول لاوبتيك فيزيكال. هنا عندنا اللينس بلوكود، ماشي، هتتحول الى لينس بيت، ماشي. بعد كده الاوبتيك جروف هيتحول الى اوبتيك كاب، وبعد كده الاوبتيك كاب يبقى كونكتد بالبرين بالاوبتيك ستوك. هنا بعد كده الفور برين كابون، وادي الاوبتيك كاب اتكونت، هتبقى هنا تو لايرز اوتر وانر لاير، ماشي. بعد كده ادي الاوبتيك كاب اهيت كونت من اوتر لاير وانر لاير. بعد كده عندنا اللينس فيزيكال اهيت موجوده، ماشي، بيبقى من اللينس بلوكود لللينس فيزيكال. وبعد كده ادي اليومن بتاع الاوبتيك ستوك، وهيبقى عندي الميزنكايما موجوده اهيت، والهايلويد ارتري موجوده هنا هيبقى ماسك في اللينس. وبعد كده الخطوات بتتم اهوت، يبقى ادي البرين اوت الول اوف ذا برين، ادي الاوبتيك ستوك اهوت، وادي الاوبتيك فيزيكال اللي هو اوتر وانر لاير، وادي اللينس فيزيكال اهيت، ماشي. اللينس فيزيكال في تحت منها الهايلويد ارتري اللي بيغذيها، وبعد كده يحصل له ديجنريشن، وادي الريتن اهيت في انتر ريتنال سبيس وفي ريتنال فيشر. وادي الصوره الجميله اهيت الميكروسكوبية، مبين هنا الاوبتيك كاب اهوت، ادي الاوبتيك كاب، وادي الانر لاير، وادي الاوتر لاير، الاوتر لاير، بعد كده الانتر ريتنال سبيس، ادي الاوبتيك كافيتي، الكافيتي اوف اوبتيك ستوك اللي هو كونتينيوس ويز كافيتي اوف ذا فوربرين. وده صورة ملخصة جميلة جدا عن development of the eyes and related structure. يلا ناخد صورة تفصيلية بسرعة كده، ماشي، ندخل في التفصيل بقى. الاي هتتكون من ثلاث حاجات زي ما احنا قلنا قبل كده، او اربع حاجات: neural ectoderm for brain, surface ectoderm of the head، mesenchyma between النيورال اكتوديرم وسيرفيس اكتوديرم والنيورال كريست سيلز. النيورو اكتوديرم هتدينا ايه؟ هتدينا ايه نيورو اكتوديرم؟ لخصناها في كلمه ريبون، ريتنا بستوريال لاير اوف ذا ايريس اند اوبتيك نيرف. طب السيرفيس اكتوديرم هيدينا ايه؟ هيدينا اللينس اوف ذا اي اند كورنيال ابيثيليوم، ولخصناها في كلمه ليسي،
اللي هي اللينس والكورنيال ابسيليوم. الميزوديرم اللي بتوين ايه النيورو اوكتوديرم والسيرفيس اوكتوديرم هيدينا الفايبرس والفايبرس والفاسكولار كوت اوف ذا اي. النيورال كريست هتدينا ايه سيلز، هتدينا الكورويد سكليرا ان كورنيال ابسيليوم، وجمعناها في هذه الكلمه الجميله دي سي اس سي اي. السي اللي هي الكورويد والاس اللي هي السكليرا والكورنيال ابيثيليوم. وهنبص بقى للمنظر الجميل اللي احنا قلناه ده ديفلوبمنت اوف ذا اي. مركز هنا وخليك لماع. نيورو اوكتوديرم هيدينا ايه؟ هيدينا ايه شباب؟ ريتنا بوستيريو لير اوف ذا ايريس اند اوبتيك نيرف. خلاص النيورو اوكتوديرم، شكرا النيورو اوكتوديرم. طب السيرفيس اوكتوديرم هيدينا ايه؟ لينس اوف ذا اي اند كورنيال ابيثيليوم. متشكرين يا سيرفيس اوكتوديرم. الميزوديرم بتوين النيورو اوكتوديرم والسيرفيس اوكتوديرم هيدينا فايبرس والفاسكولار كوتس اوف ذا اي. شكرا جزيلا يا ميزوديرم. النيورال كريست هيدينا كرويد سكليرا اند كورنيال ابيثيليوم. يلا يا شباب، يلا يا شباب نشرب شاي، يلا وتركز معايا ماشي، وتركز معايا يلا يا جماعة. هنبص هنا بقى معلومات جميلة جدا. الآية هتبدأ امتى؟ التايم بتاع الآية في اليوم ال 22 at 22 days في اليوم ال 22. الستبس اللي لما انا قلتها قبل كده، الستبس هتبدأ بإيه؟ ماشي نور الفولد، ماشي نور الفولد هتديني اوبت جروفز، نبدأ اوبت جروفز بعد كده نور الفولدس فيوز، فيوز هتديني الفور برين. طب الاوبتيك جروفز هيعمل لنا ايفا جينيت بروترود او بروترود عشان تديني الاوبتيك فيزيكال. الاوبتيك فيزيكال اللي هي ريتش اندوست باي ميزنكايمال. طب الاوبتيك فيزيكال هتكبر وتديني اوبتيك ستوك. طب الاوبتيك فيزيكال يحصل لها انفاجينيشن، اما يحصل لها انفاجينيشن والكلام ده احنا قلناها هتدينا تو ليرز دبل وول اوبتيك كاب، دبل وول اوبتيك كاب، دبل وول اوبتيك كاب، دبل وول يعني اوتر لاير وانر لاير. طيب بعد كده الاوبتيك كاب هتدينا الايه؟ الريتنا. الاوبتيك كاب هتدينا الايه؟ الريتنا. يبقى الريتنا جاي منين؟ من الاوبتيك كاب. طب والاوبتيك ستوك هيدينا الاوبتيك نيرف. يبقى وبعد كده الاوبتيك فيزيكال كونتاكت ويز سيرفيس اوكتوديرم. يلا يا شباب السيرفيس اوكتوديرم اللي قريب من الاوبتيك فيزيكال ماشي هيحصل له ايه؟ سيكننج. ماشي يبقى السيرفيس اوكتوديرم هيحصل له سيكننج يدين اوبتيك بلوكود. طب الاوبتيك بلوكود هيحصل لها انفجينيشن تدين اوبتيك بيت، اوبتيك بيت. طب الاوبتيك بيتس هيحصل لهم فيوز، الاثنين يحصل لهم فيوز وز اتش اذر هيدينا اوبتيك لينس فيزيكال. ماشي هيدينا لينس فيزيكال. طيب الاكتوديرم والميزوديرم هيدينا لينس اند بارت اوف ذا كورنيا. طب نقول الكلام ده تاني كده الجميل ده. السيرفيس اوكتوديرم اللي لازم في الاوبتيك فيزيكال يحصل له سيكنس يتخن عشان يدينا لينس بلوكودز. اللينس بلوكود يحصل لها انفاجينيشن عشان دينا اللينس بيتس. اللينس بيتس هيتحدوا مع بعض البيتس اللي هيتحدوا مع بعض الاثنين عشان دينا اللينس فيزيكلز. وصلت ان اللينس فيزيكل. طب عند اكتوديرم وميزوديرم هيدونا اللينس والبارت اوف ذا كورنيا وبارت من الكورنيا. يلا يا شباب، يلا يا شباب. عندنا بعد كده اوتر لاير وقفت الكاب. الاوتر لاير اوف ابت الكاب هتديني ايه؟ بيجمنتد لاير اوف ذا ريتنا. يبقى الاوتر لاير اوف ابت الكاب هتديني البيجمنتد لاير ماشي اوف ذا ريتنا. طيب الريتنا يحصل لها بيجمنتيشن امتى يا شباب؟ يا شباب يحصل بيجمنتيشن للريتنا امتى؟ في الاسبوع السادس. يبقى الاوتر لير
ادتنا بيجمنتد لاير. طب الانر لاير بتاع الاوبتيك كاب هتدينا نيورال ريتنا، والنيورال ريتنا حصل لها بروفيريت هتدينا ثيك نيورو اوبسيليوم. طيب يبقى انا عندي دلوقتي بيجمنتد لاير اوف ريتنا اللي ظهرت في الاسبوع السادس، والنيورال ريتنا اللي جايه من الانر سيكلير ويحصل لها بروفيريشن ودينا ثيك نيورو اوبسيليوم. طيب الطبقتين بتوع التو لاير اوف ذا ريتنا، التو لاير اوف ذا ريتنا سيبريتد باي انتر ريتنال سبيس، سيبريتد باي انتر ريتنال سبيس ات امبريونيك اند الي فيتال بيريون، وبعد كده يحصل لهم ديسابير. سبسيكوينتلي ذا سيل اوف ذيس لاير ديفرنشيت، ماشي، بعد ذلك السيلز اوف ذيس لايرز ديفرنشيت انتو نيورا ريتنا لايت سنسيتيف ريجون اوف ذا ريتنا. بعد كده ايه اللي بيحصل بقى؟ الوول بتاع الاوبتيك ستوك، شوف بقى هيدينا الاكسونز اوف نيورا ريتنا. يبقى الاوبتيك ستوك الوول بتاعه، الوول بتاع الاوبتيك ستوك هيدينا الاكسون. طب الكافيتي بتاعه بتاع الاوبتيك ستوك، الكافيتي بتاع الاوبتيك ستوك هي اوبلوتريت ويدينا الجانجليونيك سيلز عشان يدينا الاوبتيك نير. يبقى انا عندي الاوبتيك ستوك في حاجتين اتنين، الوول هيدينا الاكسونز اوف نيورا ريتنا، والكافيتي بتاع الاوبتيك ستوك اوبلوتريت ويدينا الجانجليونيك سيلز عشان يدينا الاوبتيك نير. الاوبتيك نيرف نركز هنا، نركز هنا، نركز هنا، نركز هنا. surrounded by three layer of a meninges of the brain. يبقى الاوبتيك نيرف عليه ثلاثة layers، ديورا وبايا واركنويد، دولت مغطيين الاوبتيك نيرف. طيب يا اوبتيك نيرف هيحصل لك مايلينيشن امتى؟ هيحصل لك مايلينيشن امتى؟ في الليت فيتال بيريود، في الليت فيتال بيريود. يبقى المايلينيشن بتاع الاوبتيك نيرف خليك لما يحصل فين؟ في الليت فيتال بيريود، ويكمل امتى؟ في الاسبوع العاشر، ويكمل امتى؟ في الاسبوع العاشر. يلا يا شباب نركز هنا، نركز في الشريحه ديت. يلا يا شباب الانوماليز اوف ذا ريتم، بعد كده هنخش على الانوماليز اوف ذا ريتم. كلوبوما، يا كلوبوما، يعني ايه كلوبوما؟ ديفكت اوكيرز ان اوكيولار استراكشر، في الاوكيولار استراكشر من الكورنيا للاوبتيك نيرف. يبقى الكلوبوما عباره عن ديفكت في الاوكيولار استراكشر من الكورنيا للاوبتيك نيرف. السبب بتاعها، السبب بتاع الكلوبوما، السبب بتاع الكلوبوما اوبتيك فيشر فيل تو كلوز كومبليتلي. يبقى مش هيتقفل الاوبتيك فيشر كومبليتلي، هيدي جاب في الاي ستراكشر. طيب ماشي، عرفنا كده كلوبوما، ادي كلوبوما. التايبس اوف كلوبوما، التايبس اوف كلوبوما، ريتونو كورويدال، ريتونو كورويدال كلوبوما، ريتينو ادي الريتنا، كورويدال كورويدال، وكلوبوما اللي هي ديفكت. يبقى ديفكت في الريتنا والكورويد ماشي، نقول كاركترايز باي لوكالايز دجاب، لوكالايز دجاب، لوكالايز دجاب، لوكالايز دجاب في الريتنا. طيب كلوبوما اوف ذا ايرس، كلوبوما اوف ذا ايرس ديت بيحصل فيها ايه؟ ديفكت في الانفيرو سيكتور of the iris or niche or a notch of pupillary margin، بيدينا بيوبل كي هول ابيرنس، ماشي. يبقى انا الكلوبوما اوف ذا ايرس عباره عن ديفكت في الانفيريور سيكتور اوف ذا ايرس او نوتش في البيبولاري مارجن، بتدينا بيوبل كي هول ابيرنس، ماشي. شكل البيوبل شكل المفتاح، وادي الصوره قدامنا هي بيوبل كي هول appearance. بعد كده detachment of the retina، الانوماليز الثانيه الثالثه detachment of the retina، السبب بتاعها failure of fusion of optic
كاب ديورينج فيتال بيرن، يبقى الاوبتيك كاب ما حصلهوش فيوجن اثناء الفيتال بيرن. هويتش فروم فورم فروم ريتينا فروم ذا ريتينا اب اوبليتريت انترا ريتينال سبيس. بعد كده الانوماليز اللي بعد كده اللي هي ريتينال ديتاتشمنت. ايه يعني ايه ريتينال ديتاتشمنت؟ ان ايكوال ريت اوف جروث اوف تو ريتينال لاير، ان ايكوال ريت اوف جروث اوف تو ريتينال لاير، ان ايكوال ريت اوف جروث اوف تو ريتينال لايرز. السبب بقى لايرز اوف اوبتيك كاب نوت ان بيرفكت ابوزيشن، يعني ما لزقوش مع بعض بالتمام والكمال. يلا يا شباب، يلا يا شباب. الانوماليز اللي بعد كده اللي فرتنا سايكولوبيا، سايكولوبيا سنجل ميديان اي. تبقى ايه يا شباب؟ سايكولوبيا، سايكولوبيا سنجل ميديان اي، ماشي. سينو في سالمونيا، سينو في سالمونيا، سينو في سالمونيا، سينو في سالمونيا، في زينو في سالمونيا. فيوجن، فيوجن اوف تو اي، فيوجن اوف ذا اي، فيوجن اوف ذا اي سينو في سالمونيا. مايكرو، مايكرو في سالمونيا. الاي سمول، الاي سمول اند اسوشيتد ويز اوكولار ديفكت. انو في سالمونيا، انو في سالمونيا يعني ايه؟ انو مفيش اي. الاي ممكن تكون غايبه يونيلاترال اور بايلاترال، ماشي، ودي حالات رير. يلا يا شباب، بعد كده هنيجي نتكلم على الديفلوبمنت اوف سيلياري بودي. خليك لما تشرب شويه شاي، يلا اشرب شويه شاي. ديفلوبمنت اوف سيلياري بودي، ماشي. سيلياري بودي هيجي منين؟ من الاكستنشن اوف كروي، تمام. طب سيلياري بروسس من الميديال سيرفيس اوف كروي، ادي الاكستنشن الكروي هيدينا سيلياري بودي، الميديال سيرفيس اوف كروي هيدينا سيلياري بروسس. البيجمنتد بورشن اوف سيلياري ابيثيليوم من الاوتر لير اوف كوبتيك كاب. النون بيجمنتد ماشي السيلياري ابيثيليوم من نون فروم من ايه؟ من نون فيجوال ريتنا. السيلياري ماسل من الميزنكايما ات ايدج اوف ذا اوبتيك كاب. يلا يا شباب، يلا يا شباب. وادي الصوره الجميله ديفلوبمنت اوف سيلياري بودي. السيلياري بودي البارتس او سيلياري بودي سيلياري بروسس بيجمنتد بورشن اوف سيلياري بيسيليوم، نون بيجمنتد بورشن اوف سيلياري بيسيليوم سيلياري ماسل. سيلياري بودي جاي منين؟ من الاكستنشن اوف كروي، خلص نفسه. السيلياري بروسس جاي منين؟ من الميديال سيرفيس اوف كروي. البيجمنتد بورشن اوف سيلياري بودي جاي منين؟ من الاوتر لاير اوف ذا اوبتيك كاب. النون بيجمنتد سيلياري ابيثيليوم من نون فيجوال ريتنا. السيلياري ماسل من الميزنكايما ات ذا ايدج اوف ذا اوبتيك كاب. يلا يا شباب، يلا يا شباب. طب نخش بعد كده على الديفلوبمنت اوف ذا ايرس. يا سلام، الايرس ماشي الاورجن بتاعه من الريم اوف اوبتيك كاب، من الريم اوف اوبتيك كاب. طيب الاوبتيك كاب له تو لايرز، هيدينا ايه؟ الابيثيليوم اوف ذا ايرس. طب النيورال كريست هيدينا الكونكتيف تيشو اوف ذا ايرس. النيورو اوبتيديرم اوف اوبتيك كاب هيدينا دايليتر بيوبيلي اند سفنكتر بيوبيلي ماسل. طب السموث ماسل، السموث ماسل اوف ذا ايرس جاي منين؟ من ترانسفورميشن اوف ابيثيليوم انتو سموث سيل. يا ايريس، نعم ايلا، انت الايريس؟ انا الايريس. طب انت جاي منين يا ايريس؟ جاي من الريم اوف اوبتيك كاب. يس، ريم اوف اوبتيك كاب، شكرا يا ايريس. طيب الابيثيليوم بتاعك يا ايريس جاي منين؟ ما جاي منين؟ بص لير اوف ذا اوبتيك كاب. طب الكونكتيف تيشو يا ايريس، الكونكتيف تيشو بتاعك جاي منين؟ اللي هو السيروم جاي من نيورال كريست، نيورال كريست. الدايليتور بيوبيلي
والاسفنكتر بيقول لي منين؟ قال من النيور اوكتيديرم اوف ذا اوبتيك كاب. طب السموث ماسل بتاعتك ايريس جاي منين؟ ترانسفورميشن اوف ابيثيليال سيل انتو سموث ماسل. يلا يا شباب، يلا يا شباب. طب الكرر بقى نخش في الايريس الجميل، ابو لون جميل، الكرر اوف الايريس. الكرر اوف الايريس تيبيكالي لايت بلو اور جراي، يا اما ازرق فاتح او رمادي في الموست نيونيت، من ازرق للرمادي، ماشي، ازرق فاتح للرمادي. بعد كده بيكتسب الايريس اكواير اكتسب ديفينيتيف كلر افتر بيرس، يعني بيكتسب اللون بتاعه بعد الولاده. كايه اللي بيحصل؟ ايه البيجمنتيشن اوكيرز، عشان البيجمنتيشن التلون بتاعته اوكيرز دورينج فيرست 6 تو 10 مانثس، ماشي. يبقى البيجمنتيشن بتاعته ماشي بتحصل في اول من 6 ل 10 شهور. هو اول ما بينزل بلايت بلو في النيونيت للجراي، وبعد كده بيكتسب الكلر بتاعه بعد الولادة. يكتسب الكلر امتى؟ بعد الولادة، نتيجة البيجمنتيشن اللي بتحصل في اول 6 ل 10 شهور. طب امتى يبقى ازرق وامتى يبقى براون؟ ازرق لو الميلانين بيجمنت، ماشي، confined to pigmented epithelium. لو البلامين بيجمنت اتركزت على البوستيريو سيرفيس اوف ذا ايريس، لو جت على البوستيريو سيرفيس اوف ذا ايريس هيبقى بلو. طب لو الميلانين بيجمنت اتوزعت ثروه الاستروما، راحت خلال الاستروما كلها الميلانين بيجمنت، هيبقى براون. يبقى انا عندي يا اما بلو، يبقى الميلانين بيجمنت على البوستيريو سيرفيس اوف ذا ايريس، او براون، هتبقى الميلانين بيجمنت ديستريبيوت امانج ستروما. بعد كده الانوميلي بتاع الايرس، ايرس هيتروكروميا، ايرس هيتروكروميا، ايرس هيتروكروميا جاي من ايه؟ تشينج تو سمباثيتك انيرفيشن اوف ذا اي، تشينج ان سمباثيتك انيرفيشن اوف ذا اي، تشينج اوف سمباثيتك انيرفيشن اوف ذا اي، changes of the sympathetic innervation to buy type A iris heterochromia. طب congenital anredia، congenital anredia lack of iris tissue، السبب بتاعها lack of iris tissue or complete absence of the iris، السبب arrest of development، arrest، السبب بتاع congenital anredia arrest of development of at the rim of the optic cup during a 8 week الاسبوع الثامن. يبقى arrest of the development of the optic cup of the optogram اثناء الاسبوع الثامن، ودي ترير انومالي. يا شباب حلوه الايرس. يلا اللينس، development of the lens، الاورجن بتاعها surface octoderm، ماشي زي ما احنا قلناها قبل كده، ماشي، سيرفيس اوكتوديرم اللينس ايه؟ فيزيكال، اللينس انفستد باي فاسكولار ميزنكايمال لاير، ماشي، وتيونيكا فاسكولوزا لينتس. الانتيرور بارت بتاع اللينس بيدينا بيوبولاري ممبرين اوف ذيس كابسول، از ذا بيوبولاري ممبرين، بيوبولاري ممبرين جاي منين؟ من الميزنكايما بتاع الميزنكايما بوستيرو تو ذا كورن. اللينس سبلايد باي ديستال بارت اوف هايالويد ارتري. يلا يا شباب انومالي اوف ذا لينس، انومالي اوف ذا لينس اول حاجه بيرمننت بيبولاري ممبرين، ماشي، الانومالي اوف ذا لينس، الانومالي اوف ذا لينس بيرمننت بيبولاري ممبرين، ماشي، ريمننت اوف بيبولاري ممبرين، هو تش كفر انتيريو سيرفيس اوف ذا لينس، هيغطي الانتيريو سيرفيس اوف ذا لينس اثناء الامبريونيك بيريود and most of fetal birth. طيب من الانومال اوف ذا لينس ايه كمان؟ persistent of hyaloid artery، persistent is part of hyaloid artery. طب البروكسيمال بارت
هيتحول الى سنترال ريتينال ارتري، سنترال ارتري اوف ذا ريتين. بعد كده ممكن برضو من الانوماليز كونجينيتال افاكيا، افاكيا ابسنس اوف ذا لينس، افاكيا يعني ابسنس اوف ذا لينس. السبب فيرل اوف ذا لينس بلوكود تو فورم ديورنج الفورس ويك، ما كونش اثناء الفورس ويك. السبب فيرل اوف لينس اندكشن باي اوبتيك اي فيزيكال، ادي الكوزز بتاع الكونجينيتال افاكيا. يلا يا شباب، يلا يا شباب. Development of aqueous chamber، الأورجن بتاعه الأنتيريور تشامبر أوف ذا أي، مكانه فين؟ بتوين اللينس أند كورني. يبقى إحنا دلوقتي هنكرر الأكواس تشامبر. الأكواس تشامبر عندها حاجتين اتنين، أنتيريور تشامبر وبوستيريور إيه؟ تشامبر. الأنتيريور تشامبر السايد بتاعه بتوين اللينس والكورني. الأورجن بتاعه السبب؟ الأورجن بتاعه ماشي؟ الأنتيريور تشامبر جاي من الكليف. Like space that form كلفت like space that forms in the mesenchyme. The posterior chamber of the eye. The side بتاعه posterior to the iris and anterior to the lens. The origin بتاعها from space that forms in the mesenchyme posterior to the iris and anterior to the lens. The mesenchyme اللي موجودة superficial to space تكون إيه؟ substantia propria اللي هي transparent connective tissue of the cornea and the mesothelium of anterior chamber and the mesothelium of anterior chamber. نشرب شاي، نشرب شاي. الانوماليز بتاع الاكواس تشامبر، الانوماليز بتاعته شربتوا الشاي؟ اه. الانوماليز بتاعته اول حاجه congenital glaucoma. اللي هي ايه congenital glaucoma؟ نقول ايه الكونجنتال جلوكوما؟ فكروا كده. Abnormal elevation of intraocular pressure in neonate. Abnormal elevation of intraocular pressure in neonate. ايه السبب بتاعها؟ Abnormal development of drainage mechanism of aqueous humor during fetal birth. يعني الكونجنتال جلوكوما. بعد كده anomalies بتاع الاكواز تشامبر برضه congenital cataract، اهو congenital cataract. اللينس اوبيك، ادي اللينس اوبيك appear gray is white ماشي، يا اما gray يا اما white. السبب بقى بتاع congenital cataract فيروس موجود teratogenic agent الروبيلا فيروس affected early development of the lens. ادي اللي احنا بنقول عليه congenital cataract. تبقى اللينس كبير وبيج وجريز واتر وايد. الكوز تيراتوجينيك ايجنت ماشي، والسبب بتاعها الروبيلا فيروس. الكورنيا بعد كده هندخل على الكورنيا. الكورنيا جايه منين؟ من ثلاثه سورسز. سيرفيس اوبتيدير، يبقى الكورنيا جاي من السيرفس اوبتيدير، هويتش فورم اكسترنال كورنيال ابيثيليوم، الميزنكايما اللي هي هويتش از كونتينوس ويز ديفلوبمنت سكليرا، والنيورال كريست اللي هي بتكون برضه كورنيال ابيثيليوم كورنيال اندوثيليوم. يبقى النيورال كريست هتدينا كورنيال اندوثيليوم، سيرفس اوبتيدير هتدينا اكسترنال كورنيال ابيثيليوم. ركز وخليك لماح. يبقى احنا نقول external corneal epithelium جايه منين؟ من السيرفيس اكتودير. طب corneal endothelium جايه منين؟ من النيورال كريست سيلز. طب الميزنكايما ماشي continuous with development of sclera. عندنا هنا بقى الانوماليز، اوديما اوف اوبتيك ديسك، اوديما اوف اوبتيك ديسك، اوديما اوف اوبتيك ديسك. اوبتيك ديسك هيبقى فيه اوديما، يعني هيبقى فيه انترا السيريبرو سباينال فلويد زايد عالي. طب السبب ايه بقى؟ الريتينال فيزلز، الريتينال فيزلز قلنا قبل كده ان هي متغطيه
بالبايا مطر، ماشي، بتغطيه بالبايا مطر. اند لاي ان اكستنشن، وماشي في الاكستنشن في سب اركنويد سبيس ذات سراون اوبتيك نير. يحصل ايه؟ قلنا الكلام ده قبل كده. انكريز السيربرو سباينال فيلور بريشر اللي ناتج من انكريز الانتراكرينيال بريشر هيؤدي الى ايه؟ سلو فينس ريتيرن فروم ريتنا، هيؤدي الى سلو بوت الفينس ريتيرن من الريتن، هيسبب بابليديما اللي هي فلويد اكيموليشن اوف اوبتيك ديسك. فلويد اكيموليشن اوف اوبتيك ديسك، وديت نقطه مهمه جدا جدا كلينيكال. الريليشن شيب اوف شيز، ريليشن شيب اوف شيز اوف اوبتيك نيرف تو مننجز اوف ذا برين اند سب اركنويد سبيس از امبورتنت ايه؟ كلينيكال، امبورتنت كلينيكال. طيب بعد كده نيجي نتكلم على الديفلوبمنت اوف ذا كرويد اسكليرا اند ايليد. الكرويد والاسكليرا جاي منين؟ ميزنكايما سراوند ايه؟ الكرويد جاي منين؟ من الميزنكايما اللي محيطه بالاوبتيك كاب. خلاص، يبقى الكرويد من الميزنكايما اللي محيطه بالاوبتيك كاب. الاسكليرا جاي منين؟ من الميزنكايما اكسترنال تو كرويد. ميزنكايما اكسترنال تو كرويد اند كونتينوس ويز استروما اوف ذا كورني. طيب يا ايليد، نعم، انت بتبدا امتى؟ انا الايليد ابدا في 6 ويك، ماشي، ابدا في 6 ويك، ابدا انه في 6 ويك يا ايليد، ماشي ايليد. طب يا ايليد انت اساسا منين؟ من الميزنكايما اللي جاي منين؟ من نيورال كريس سيلز او السيرفس ايه؟ اكتوديرم ذا جرو اوفر ذا كورن. يبقى الايلد من حاجتين اثنين، ميزنكايما اللي هي بتاع اللي هي جايه من النيورال كريس سيلز او السيرفس اكتوديرم اللي بيغطي الكورن، يجي يزعل الرموش، الرموش اي لاش اند جلاندز ان ذا اي، جايه منين؟ من السيرفس اكتوديرم، سيرفس اكتوديرم، من السيرفس اكتوديرم ادينا الكونكتيف تيشو ايه والترسل بليت. الميزنكايما هتدينا اربيكولاريز اوكولاي ماسل، و ماشي الكونكتيف تيشو، يبقى الاي لاش جاي من السيرفس اكتوديرم والكونكتيف تيشو والترسل بليت جاي من الميزنكايما ديفلوبمنج ايلاند. الاربيكولاريز اوكولاي ماسل جاي منين؟ من الميزنكايما اوف سكند فارنجيال، سكند فارنجيال، سكند فارنجيال. يلا يا شباب، يلا يا شباب، انوماليز اوف ذا ايليد، كونجينيتال توزيس اوف ايليد، توزيس دروبينج اوف ابر ايليد ات بيرث، ودي كومن. يبقى دروبينج اوف ابر ايليد او سوبيرو ايليد ات بيرث دي بنسميها كونجينيتال توزيس اوف ذا ايليد. الصوره قدامنا ادي الجفن العلوي ونازل والجفن العلوي هنا ساقطه. السبب بتاعهم فيلير اوف ذا نورمال ديفلوبمنت اوف لوفيتور بالبيبرا سوبيريور سوبيريوريز ماسل. يبقى الليفيتور بالبيبرا سوبيريور ماسل مش ما اتكونتش. طيب بعد كده الايليد فيها كولوبوما، فيها ايه؟ كولوبوما بنسميها بالبيبرار كولوبوماز، اللي هي عباره عن ايه؟ لارج ديفيكت اوف ايليد، لارج ديفيكت اوف ايليد بنسميها بالبيبرال كولوبوما، لارج ديفيكت اوف ايليد، وديت ان كومن. الكوز بتاعها، الكوز بتاع البالبيبرال كولوبوما لوكال ديفلوبمنتال ديستربنس انفورميشن اند جروس اوف ايليد. الفيتشر بتاعتها اللي هي دراينج اند التريشن اوف ذا كورنيا. كرايو كريبتو سالموس، كريبتو سالموس، ايه هي الكريبتو سالموس؟ عباره عن الاي بول سمول اند ديفكت، سمول ديفكت، والكورنيا والكونجكتيفا مش موجودين نوت ديفلوبد. يبقى هيبقى عندي هنا كريبتو سالموس الاي بول سمول وديفكت، الاي بول سمول وديفكت، الكورنيا والكونجكتيفا مش موجودين. السبب بقى congenital absence of eyelid
and skin cover الاي ودي رير ديس اوردر او رير كونديشن. يلا يا شباب اللكرمه الجلال اخر حاجه بقى بنتكلم فيها السايد بتاعها اتسبيرولاترال انجل اوف ذا اوربت الاورجن بتاعها جايه منين اللكرمه سيرفيس اوكتوديرم السيرفيس اوكتوديرم فورمد اوف نمبر اوف سوليد بد الفانكشن اوف ذا جلاند اللكرمه الجلاند ادبيرس الجلاند ار سمول and not functional until approximately 6 weeks ماشي مشت not functional لغاية اول 6 اسابيع ماشي بعد الولادة بعد كده النيونات not produce tear ما بيدمعش اثناء الهايط ماشي tears are often not present when crying until من أول 3 شهور مش موجودة من أول 3 شهور ماشي يا شباب مفهوم الـ development of the eye والـ congenital anomaly of the eye والـ related instruction له شكرا جزيلا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.